بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم قليلا ما
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عنه
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيه ينزع عنهما
الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا كذلك نفصل الآيات
لقوم يعلمون قل قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله
تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم وكذلك نجزي الظالمين
وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ
سقناه
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين فأنجيناه والذين معه برحمة
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاء قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا، فاذكروا آلاء الله
قال الذين استكبروا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون
نفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق لا أقول على
آية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى صان
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاء حسنة قالوا لنا هذه وإن
تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى
قال رب أرني
أصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يروا ارحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني
أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء إن هي إلا فتنة
قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا وبه يعدلون.
فلما اعتوا عن
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ
ذرأنا لجهنم كثيرا
مَنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ولو كنت أعلم
شو
لعلكم ترحمون.
يسبحونه وله يسجدون.